السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شيوات اقتصادية وحي الأم رضا. اليوم كيف ما كتشوفوا معي في الصور، نشارك معكم وصفة ديال المدفونة طريقتي الخاصة. نبدأ بسم الله على بركة الله مع المقادير. نبداو بسم الله على بركة الله. هنحتاج هنايا مقادير ديال المدفونة. عندي هنايا نص دجاجة او الدجاج كيبقى الكمية على حسب عدد الافراد. انا هنا غندير نص دجاجة، وانتم يمكن ديروا ربع، يمكن ديروا دجاجة كاملة، المهم على حسب عدد الافراد. ونحتاج جوج البصلات متوسطين او وحدة كبيرة كبيرة ولا جوج متوسطين، ثلاثة الفصوص ديال الثومة. هنا نحتاج العطرية، هنا معلقة صغيرة ديال الكركم، نص معلقة ديال السكنجبير، نص معلقة ديال الملحة، والملحة ما نكتروهاش حيت الدجاج ديجا مغسول في الملحة والحامض راه كيكون مالح. هنا غير نص معلقة صغيرة، هنا كنهضر على معلقة صغيرة، ونص معلقة ديال الكمون، ونص معلقة ديال الابزار. وهنايا طرية في الحامض، وهادشي علاش قلت لكم ما تكثروش الملحه، لان حتى الحامض المصير كيكون مالح. ومعلقه ديال السمن المالح. شكون كيعجبو السمن المالح؟ انا ما كيخطانيش في الحقيقه، فما كيتسالى لي كنكون ديجا موجده عاود شي وحده بحال الحامض المصير. قبل ما تسالى لي القرعه كنكون موجده شي وحده اخرى. وهنا السفه، هاي السفه، كلشي كيعرف السفه كيفاش دايره. ها هي السفه، صافي نبداو على بركه الله. نشلضو بصله، انا هنا كنشلض وحده وحده، كنقطعها هادو الشنايف. انتم تشوفوا معايا الطريقه كامله من ا جوست كذا. هذه طريقتي في المدفونه، كتجي رائعه رائعه جدا، ما تشبعوش منها صراحه. ونوريكم حتى طريقه السفه دغيا كتوجد لي، واخا حطيتها في القناه ديالي كون حطيت شي المراحل، حطيت غير حتى الاخر. دابا غنوريكم السفه كيفاش تفوروها، ودغيا كتوجد، دغيا كتوجد الطريقه ديالي. هنا كما كتشوفوا وحده شلطتها درتها في طنجره، وحده شنفتها، ها هما الشنايف هكا باش كتجينا، باش كتعطينا المريق خزره. هكا كندير انايا في الطريقه ديالي، وحده كنشلضها وحده كنشنفها، ومن بعد انتم تشوفوا معايا المراحل. كنخلي المريقه حتى كتختار، وكتذوب البصله مره، ما كتبقاش يتباهى البصله، كتولي غير الدغميره ديالها يعني مرقه ثقيله. صافي هنا غادي ندير كلشي يتشحر. ديجا راه درت الزيت، هنايا الزيت عيني ميزاني وشويه، مع دابا الزيت غالي كما كتعرفوا، درت غير شويه يعني اللي غيتشحر فيه هادشي كامل. وصافي ودوك ثلاثه الفصوصات الثومه كنحكوهم ما كنقطعوهمش، كنحكوهم، كنحاولوا نحكوهم بالجنب ديال بحال هكا، بالجنب ديال الحكاكه، باش ما كيجيوناش طويلين بحال الدويدات. كتجي فهمتوا ياك؟ بحال مثلا دابا كنشدو الثومه، بلاتي نوريكم شي وحده بحال هكا. دابا الحكاكه كنخليوها هكايا بالعرض، وكنحكو انا بالعكس ديال، ما كنحكوش هكا بالشكل الطولي باش ما كيخرجوناش داك الثومه، كتخرج لنا بحال الدويدات. كنحكو هكايا باش كتجي الثومه كتخرج بحال مهرسه، ما كتخرجش دويدات، فهمتوا ياك؟ حيت كاين الناس اللي كتزعجهم ديك الثومه كتخرج بحال الدويدات، لهذا كنقول لكم زعما من الافضل تحكو هكا بالعكس ديال، ماشي بالشكل الطولي، بالعكس هكا كتخرج. شوفوا كيفاش كتخرج، هانت كتخرج بحال مدقوقه في المهراز، ما كتخرجش بشكل طولي كتبقى هكا فحال. المهم فهمتوني ياك؟ كنتمنى نكون وصلت لكم هذه. وعلى فكره غنزيد انا هنايا القرفه، راني نسيت ما نزلتهاش هنا حيت عندي القرفه بوحدها، ما كنديرهاش مع العطريه. اغلبيه ما كنطيبش انا بالقرفه، كنطيب قليل فاش كنحتاجها في شي اكلات. وصافي هنا راه غنزيد انا شويه راس معلقه ديال القرفه باش ما تجيش، حيت مازال غنزينوا بها السفه ديالنا، باش ما تجيناش غالبه على المريقه، على
على المرقه ولا هذا ما تجيش يعني اللوغو ديال ديال القرفه غالب، نزيد غير راس معلقه وصافي. ندير هاد طريف الحامض مصير، من بعد من غادي طيب لي من غنكون كنزول الدجاج غنزولو حتى هو، ونخليه نزولوه باش ما المهم هو ما كيدير حتى شي حاجه، ولكن باش ما يزعجش لنا يزعجناش في الماكله وصافي. وهنا غندير معلقه لا باس بها ديال السمن، يمكن تزيدو يمكن كل واحد وكيفاش كاين اللي كيعجبو السمن، انا كيعجبني السمن طيب به، كيعجبني في كل شيء صراحه، في الكسكسو في الحريره في كل شيء كندير فيه السمن، كيحمقني السمن اي حاجه بلديه كنحمق عليها في الحقيقه. هنا غندير هذه المعلقه، ومن بعد صافي غنشعل على كل شيء حتى تدبل لي البصله، من تدبل لي البصله انا نزيد العطريه. من بعد ما زدت العطريه، زدت العطريه كامله هذيك العطريه اللي كنت وريتكم، زدت واحد شويه ديال الخرقوم ديال اللي في الكاغيط اللي كيكون في الساشي، زدت غير شويه. انا الصراحه ما كيعجبنيش في الطياب، كنطيب بالكركم بلدي هو اللي كنطيب به، ولكن دابا حيت غنديروا هذه المدفونه كيخصها تكون صفراء واللون وما نعرف شنو، زدت واحد شويه. ونسيت ما قلت لكمش يعني دير واحد الحزيمه ديال الربع طري مع هذا الطيب محزومه هكا، فاش في الاخر كنزولوها. انا ما عنديش الربيع طري، راني مقطعه وعندي في الفريكو، غنعمل واحد شويه اللي ما غاديش يبان لي مره في المرقه، غينسم وصافي. صافي هنا غنمرق ب تقريبا يطرد الماء، مرقوها حتى كيتغطى لنا الدجاج، كنخليوها طيب في المهل. اليوم الحد كنعدل شي حاجه من زعما متميزه، حيت راجلي ما كيخدمش اليوم الحد، وكنجلسوا على شي حاجه مثلا كسكسو ولا شي حاجه اللي ما كيلاقلوش ياكلها في الخدمه، فحال دابا المدفونه، فحال كسكسو، فحال الرفيسه، شي حاجه اللي ما يلاقلوش ياكلها في الخدمه، كتبغي تكون سخونه وزعما ياكلها من قلب الحدث كما كنقولوا. هادشي علاش اليوم الحد، وانا غنديرها بشويه على غطيب على خطرها، وندوزو لباقي المراحل ان شاء الله. هنا غندوز نوريكم الطريقه ديال السفه. هنا من ناخذ شي قصعه ولا بانيو ولا المهم اي حاجه كتديروا فيها، كناخذ السفه، غناخذ القياس ديالي، هنا عندي كيلو غناخذ النص ديالو، النص ديالو تقريبا، غنخوي واحد شويه د الزيت. كنتفكر غير واحد الفيديو شفته ديال واحد منعس معاه البيدوزه ديال الزيت. هادشي اللي ولا كيطرى لي دابا، نقيطه د الزيت غير باش ندهنو والسلام. اي والله العظيم زعما الله لا حول ولا قوه الا بالله، بلا بقيت كنضحكتها. لا حول ولا قوه الا بالله. صافي كندير شويه جد الزيت، كندهن به، نضحك على راسي. المهم كتبسبسوها مزيان بالزيت، هاد غير داك غير معلقه مثلا، غير معلقه كافيه باش تبسبسو بها هاد، كتحاول اللي لتحت كترجعوه الفوق حتى كلشي كيتدهن. كنشدو برما كنتاكدو بانها مغسوله مزيان، كنديرو فيها الماء. علاش زعما تاكدوا بانها مغسوله مزيان؟ لان هذا الماء اللي غادي يغلى هو اللي غادي نحتاجه انا في هذا، في باش زعما التفوار ديال هاي السفه ديالي مبسبسه بالزيت. كنشد البرما كندير فيها الماء، والماء يكون مهم نقي، اصلا حنا كنديروا الماء نقي، ولكن زعما كنأكد عليكم بان البرما تكون مغسوله مزيان، ما تكونش فيها شي مثلا داير سلقان فيها شي حاجه ولا مطيبا فيها شي حاجه وتكون مازال فيها الريحه، يعني تكون برما نقيه متاكده من ان ما فيهاش حتى شي ريحه،
وداك الماء، حيت داك الماء هو اللي غادي الماء اللي غيغلي هنايا في البرمه هو اللي غيقصر عليا المسافه ديال التفوار ديال السفه ديالي. صافي غنديرو الطماط غلا، بعد ما تغلى غندير فاش كتغلى لنا البرمه كطلع لنا ديك البخار كطلع لنا في كسكس، كنديرو السفه ديالنا كتفورها هي، كنغطيو عليها ونغطي عليها بالغطا ديال باش داك البخار باغي. صافي غنخليها واحد 10 دقائق، الصراحه ما نعطيكمش الوقت اكزاكت لانني دابا غنحسب لها الوقت، انا غنشوف عيني ميزاني ديك الساعه نعطيكم الوقت شحال خليتها التفويره الاولى شحال خليتها. ما قلت لكم ملي كدوز 10 دقائق، 10 دقائق بالحساب التفويره الاولانيه 10 دقائق، كنكبوها في القصعه ياكو، وكنشد كنجيبو مغرفه كنهزو الصلاه على النبي، كنهزو من الطنجره ديال من الماء الغليان. هادشي علاش قبيله كنت كنقول لكم غنحتاجو هاد الماء، هذا هاد الماء الغليان صافي، وكنفقيو به هذاك الماء الغليان. هاد الطريقه كتختصر علينا بزاف ديال الوقت دغيا كطيب لنا السفه ديالنا، كنسقيوها حتى كنتاكدوا بانها كامله تسقات بالماء الغليان. صافي كنخليوها 5 دقائق وكنرجعوها في الكسكاس تفور عاوتاني. صافي الفوره الاولانيه 10 دقائق بالحساب، وكنديروها في القصعه كنخويو عليها الماء الغليان، كنخليوها 5 دقائق في القصعه كنرجعوها ملي كنرجعوها في الكسكاس. في هاد 5 دقائق اللي كتكون فيها السفه ديالنا في القصعه كنخليو البرمه مشعول عليها وكنزيدو الماء، حيت طبعا الماء غادي ينقص، غنزيدو الماء وغنخليوه يغلي ديك 5 دقائق، راه هو كيغلي يعني ما صطفاو لا بوطه لا والو، خليوه يغلي وزيدو الماء وخليه يغلي. صافي وعلى ديك 5 دقائق دغيا غدوز غنرجعوها في الكسكاس ونديروها عاود تفور، ما تفوتوش عليها 5 دقائق اخوتي، 5 دقائق دابا 4 دقائق دازت، ما تفوتوش عليها 4 دقائق لانها غادي تعجل لكم. عفوا دابا دازت 4 دقائق، انا مازال نزيد لها 1 دقيقه صافي ونحيدها. ما تفوتوش لها 5 دقائق باش ما تعجنش لكم السفه ديالكم. 5 دقائق كتبقى هنايا في الماء سخون من بعد كنرجعوها، 5 دقائق دغيا كدوز في الحقيقه. صافي كنرجعوها في الكسكاس نيت مباشره، كنديروها تفور عاود، كنرجعوها في الكسكاس. صافي كنخليوها دابا تفور، ما كنغطيوهاش في التفويره الثانيه، ما كنغطيوهاش باش ما تعجنش لينا، كنخليوها غير تطلع فيها عاود الفوره. غادي نرجعها للقصعه ونرش عليها شويه الماء اللي كنكون ذوبت فيه الملحه، شويه ديال الملحه ماشي بزاف، كندوبو في الماء وكنرشو عليها، كنعاود نرجعها تفور الفوره الثالثه. في ديك الفوره الثالثه كنخليها في الكسكاس، صافي كتكون ديك الساعه طابت. الفوره الثالثه كنخليها في الكسكاس وكندير لها سنيده، كندير لها سنيده، وديك سنيده علاش كنديرها في الكسكاس؟ لان سنيده مع السخونيه كتطلق واحد الماء، وباش ما تجيناش السفه ديالنا ميها ديك السنيده ملي كتطلق داك الماء كتقطر، كنخليها تقطر تماما في الكسكاس. صافي وكندهنها بالزبده وكنقدمها. بقاو معايا في المراحل، دابا هنايا غادي ندوز نوريكم الدجاج ها هو راه طاب، راه طاب واحد الريحه زكيه صراحه، واحد الريحه كتشهي. غنحيد الدجاج ديالي راه طاب، قلبته طاب، غنحيدو غنخلي المرقه تشرب، غنخلي الضغميره كنخليها تزيد حتى كتنشف مره، كتبقى بصله اصلا راه دابت ها هي كما كتشوفوا، واخا الكاميرا ما كتبينش مزيان، بصله دابت بقات غير المريقه، غنخليها تختار. صافي كتشرب مره. نحيد دابا نحيد الدجاج ديالي، هنا كنجيب هاد لالوش اللي مثقبه باش ديك المرقه تصفالي. صافي غنخرج الدجاج ديالي، الدجاج من بعد ما خرجته ها هي المريقه، كنخليوها تزيد تدغمر. صافي ها هي كسا على بنت لكم بصله باقا هذا كنمعسوها، خليها تزيد تشرب مزيان عاد نمعسها انايا، عاد نتكي عليها نتكي عليها حتى تدوب مره.
هنا حيدتها من بعد ما فارت كنبقى نرشها شويه شويه الماء فيه مليحه شويه ماشي بزاف عاود باش ما تعجنش لينا صافي كنبقى نحلها كنحلها كامله وكنرشها بالماء وكنخليها شويه شي جوج دقائق هكاك وكنعاود نرجعها الفوره الثالثه ثلاثه التفويرات الطريقه اللي درت لها قبيلتي يا خطايات راه دخلها صافي راه مشات طابت كاع اللي بقى لها واحد الفوره وصافي الطريقه اللي درت لها ديال الماء سخون هذه كتختصر الوقت واللي بغى طبعا يدير التفوار العادي كنديروا له سبعه الفورات ولا اربعه الفورات المهم كل واحد انا هذه طريقتي ما كتديليش الوقت بزاف الصراحه صافي كنبقى نرش لها الماء ونحلها هنايا من بعد ما حليتها بالماء والملح رجعتها عاود باش تفورها نتوما كيفاش كت صافي طابت طابت كنتسنى دابا غير طلع فيها الفوره صافي وندير لها ملعقه زبده وندير لها سنيده على حسب الذوق بغيتوها حلوه كتكثروا سنيده بغيتوها عاديه عاود ما تقويو شي سنيده فيها وصافي ونتلقاو في الشكل النهائي ان شاء الله كنديروا الطبقه الاولى بالصفه كنديروا لها الدجاج وكنسقيو مريقه بعد كنديروا الطبقه الثانيه اللي كنزوقوها بالقرفه وانا باقي كنقادد فيها هنايا بلاتي نوريكم ها هو هي من بعد كنسقيوها الطبقه كنزيدو كتكون مازال عندي هنايا الصفه كنزيدها من الفوق عاد نزوقها سمحولي دابا راه خصني نقادد وفي نفس الوقت باش نحطها سخونه في نفس الوقت كنزرب باش نحطها سخونه الطبقه الاخيره كنزوقوها بالكاكاو القرفه نديرها مخطوطه سكر كلاصي حتى هو وهنايا شويه ديال اللوز واللويزات كنحطهم من الفوق هيدا صافي قبلوا على اختكم هذه هي المدفونه طريقه التزيين كيبقى على حسب كل واحد فيكم طريقته في التزيين انا هنا درته بالزربه بالزربه زربه بالزربه نعم هنا ولدي جاه الجوع وهذا هو الشكل النهائي ديال المدفونه ديالنا في الصحه والعافيه والى فيديو قادم ان شاء الله.